مراد المسعودي كتبت عربي 21 سنتان على مجزرة الإعفاء. القضاة يقولون ونضالنا مستمر والقضاء اليوم بائس. كذلك في توميديا 24 شهرا بعد إعفاء 57 قاض، القضاء التونسي مركع ومطوع والقضاة المعزلون يقولون إنهم متمسكون بإنصافهم، وسنأخذ بعض التصريحات إن شاء الله. هات نرجع معك سيد مراد سريعا. أمر جوان 22 الإعفاء والحكم القضائي سريعا في ظرف سنتين هذما. العنوان الكبير كان حكى سعيد أنه هنشوفوها في فرنسا في الخلفية، يقول نحارب الفساد في حين تمسك أستاذ القضاة بأن ما حصل وقتها تصفية قضائية. هات نرجع وبين أعطيك الكلمة الفرصة، يعني لماذا رفضت السلطة التنفيذية وزارة العدل تنفيذ الحكم القضائي الصادر في حقكم لصالحكم بعد سنتين كاملتين؟ لك الكلمة سي مراد. أنا نحب نشير أولا إلى أنه مروا عامين طويلة على ذكرى إعفاء 57 قاضي. في الواقع الذكرى هذه راهي ذكرى مؤلمة ومتمسش كان القضاة تظلم بركة لأنه مستهم بصفة مباشرة، وإنما تمس الشعب التونسي كامل، لأنه في نفس المناسبة اللي تم الاعتداء فيها على القضاة تم حل المجلس على القضاء اللي يمثل السلطة القضائية اللي تحولت فيما بعد إلى وظيفة قضائية تابعة للسلطة التنفيذية وخاضعة لها. تم في نفس المناسبة أيضا الاعتداء على القضاء المستقل، لأنه آخر أعمال قضائية مستقلة كانت انتهت منذ ذلك التاريخ. قبلها كان رئيس الجمهورية يحاول يوجه القضاة ما نجمش، بعد ذلك التاريخ اختلف كل شيء. ثالث حاجة هو أنه منذ ذلك التاريخ ولت فم حملة التلفيق اللي تعملت ضد القضاة، ولت سنة حميدة لهذا النظام ويمارس فيها ضد الإعلاميين، يمارس فيها ضد النشطاء، يمارس فيها ضد السياسيين، يمارس فيها ضد كافة أفراد الشعب التونسي. أنا نعتبر الشعب هذا يتحول منذ ذلك اللحظة إلى شعب يعني منتهك حقوقه، شعب يعني كأنه مغفل تم الاعتداء عليه من قبل هذه السلطة الانقلابية، لأنه كان عنده حقوق في سلطة قضائية مستقلة، فكلوا السلطة هذه واعطوه قضاء تابع، قضاء خاضع، قضاء ما عندوش لا قوة ولا حول له. بالنسبة لإعفاء 57 قاضي بررها وقت رئيس الجمهورية ورد عمل البطول كأنه معناها مكافحة الفساد، وكأنه القضاة الظلمة معناها يمسوا بالأمن العام، وقالوا الناس الظلمة عندهم تتبعات، وتم إعفائهم بأمر رئاسي مش بقرار مزيرة العدل ولا معناها من طرف شخص آخر. برشا ناس هب يقول أنه معناها وزيرة العدل هي اللي عملت القائمة وأنه هي السبب. لا، بالنسبة لنا أحنا تم إعفائنا من قبل رئيس الجمهورية، هو اللي يتحمل المسؤولية في هذا الأمر، وهو أيضا اللي يتحمل مسؤولية تنفيذ الأحكام متاعنا، لأنه الأحكام تنفذ باسمه وهذا موجود في الدستور وهذا يقر القوانين. لكن سيد مراد هو مش تعلل عنوانه، قال لك ثم أحكام جزائية، وأنت سيد عارفين كقاضي إذا كان ثم تتبعات جزائية من حق السلطة تقول لك أن لا ينفذ، أليس كذلك؟ هو مفروض هكاك، لكن وقت اللي قال الشيء ذاك ما فماش أحكام جزائية من أساسه، ما فماش حتى تتبعات. تصور أنت شخص يتم إعفائه بدعوى أن له أحكام جزائية ضده أو له تتبعات تأديبية، ثم يتضح أن الإعفاء لا سند له، الأحكام الجزائية هذه التو مش موجودة، التتبعات اتعملت بطريقة كيدية بعد ذلك بثلاثة أشهر. وباش نعلمك بحاجة، بالنسبة للقضاة اللي تم تتبعهم ما فماش، فما قضاة المجلس الأعلى المؤقت اللي فيه قضاة عينهم معناها رئيس الجمهورية رفضوا باش يرفعوا الحصانة وقعدوا يأخروا حتى المجلس ولا ما عاش عنده حتى قيمة وتم إفراغه من كافة أعضائه، وبالتالي ما تمش تتبعهم، فما جزء ما عندهمش حتى التتبعات لا جزائية ولا تأديبية من بيناتهم أنا، فما جزء آخر قبلوا هما باش يدخلوا في مسار التقاضي هذايا اللي نعتبره مسار خاطئ بدعوى أنه يحبوا ياخذوا حكم بيت باش يرجع لخدمته، في حين أنه الحكم البيت هذايا باستنفات النيابة وتعقيبها ما ينجمش يخرج أقل شيء من 10 سنوات، وهذايا معناها شرط يعد مستحيل. وأنت تستغرب كيفاش إنسان يشد يعزلك ومن بعد
يطلب منك باش ما تتقاضعش، معناها انت يا شخص هو عزلناك ما عندكش سبب للعزل، لكن ما عندكش حق ايضا باش تقدم قضيه قدام المحكمه الاداريه الا ما يبتوا في قضيه جزائيه هي اساسا معناها غير موجوده من الاساس. اعطينا عينات استاذ مراد من القضايا المسمية قضايا جزائية التي رفعت، على نذكر أنه هو تم إعفاء 57 قاضيا فقط، لكن عندكم تقريبا 49 تحصلوا والأحكام قضائية بات. أي أعطينا عينة من قضائية بات، يعني عينة من التتبعات الجزائية التي فتحت ضدكم. مثال قضاة متاع اللي يخدموا في قطب مكافحة الإرهاب في بالي فما 13 قاضي تم إحالتهم بدعوى المساعدة مساعدة تنظيم إرهابي، والمجلس الاعلى للقضاء المؤقت اللي عينه الرئيس هو بيته ما رفعش عليهم الحصانه، والتويك الحصانه مش مرفوعه عليهم بحكم انه راعوا حقهم في الدفاع، بحكم انه ما فماش معناها تتبعات جديه، وهذا معناها يخلي معناها التتبعات يعني كان اسمح لي، اذا كان مجلس الاعلى للقضاء المؤقت هو نفسه هو مش مؤقت او ناقشوها يا اخي مؤقت ولا يطول في نفس، يعني وكأن السلطة الآن تستمرئ عدم رفع هذا المجلس الحصانة حتى قال طول الوقت ولا بدأ بها طول المسافة والوقت انتهى الأحكام الجزائية وتبقوا خارج الخدمة، صح؟ هي بتبعتها الأحكام، ما فماش أحكام جزائية، هي ما فماش تتبعات، ما فماش أحكام، ما فما حتى شيء، تهمة فقط، والتهمة هذه معناها ملصقة في القضاة كيدا ويصدقها الأغبياء من أبناء الشعب للأسف، أنه فما جوقة من الأغبياء تتبع هذا النظام تصدق أمرا غير موجود، فماش تتبعات، فماش قضايا، وحتى كان فما قضايا مضحكة، معناها تجي القاضي أنت يخدم في قطب مكافحة الإرهاب تقول له راهو أنت ما حبستش فلان دونك أنت راك تعتبر مساعد ليه وتعتبر شريك، وهذا غير ما منطقي، القاضي حتى يرتكب أخطاء مهنية فهو يعاقب تأديبيا، هناك سلم للتأديب في 3 درجات تعتمد السلم هذا وتعاقبه، مش تدخلوا الحبس وتنسب له تهمه جزائيه وهذا مش معقول. ها ونقلا عن توميديا كما قلت لكم منذ قليل تم الموقع استجوب سيد بوزاخر قال ان ما يميز هذا المرحله، سيد بوزاخر هو رئيس المجلس الاعلى للقضاء المنحل هكا ولا، وهو من 57 قاضي اللي من 49 اللي تم اعفائهم وحصلوا اعتقد على حكم قضائي بات بالعودة. نعم حسب توميديا السيد رئيس بوزاخر يقول ان ما يميز هذه المرحلة ان الجميع فهم ان هذه الاعفاءات لم تكن لا من اجل اصلاح القضاء ولا لتطهيره، بل استهداف واضح بغية تحقيق مآرب باتت واضحة للجميع، موضحا ان كل حراك ايجابي سيزيد من شد عضد القضاة ومن شأنه يدفعهم الى مزيد الدفاع عن استقلاليتهم، وأكد عدم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية يجعل القضاء خارج دولة القانون. سؤال أخير أستاذ في انتظار أنه نعطيكم كلمة مفتوحة سي مراد، هو مجلس أعلى القضاء مؤقت معقول تو يبقى عميل مجلس أعلى القضاء مؤقت؟ فروض أنت كي تعمل انتخابات متاع مجالس محلية ولا ما عرفش اسمه هذيك فهمني ولا وتعمل عمل القرعة انهارت عمل القرعة وعودوا القضاء زيد تعمل له انتخابات وتعمل له مجلس ما يبقاش مؤقت، هذا الأمر ما تمش، ويبدو أن السلطة التنفيذية ما تحبوش يتم، هي بالنسبة لها تستفيد الآن من الفراغ، المجلس المؤقت هذا ما فيهوش رئيس ما فيهوش وكيل الدولة العام، فما أعضاء فقدوا صفتهم بحكم أنه قل وتم حتى الحط من رتبتهم القضائية، فهمتي؟ معناه ما عادش ياخذ قرارات، دونك ترجع وزيرة العدل القانون 67 قانون عنده أكثر من 50 سنة باش تقوم بالشغورات وتعين القضاة كيما يحب، معناها كيما تحب بطريقة عشوائية، وتراو طويك فما قضاة رتبة ثانية يشد لك رئيس محكمة، فما شكون يفوت لآخر ب20 سنة خدمة تلقاه أكثر معناها ترتيب معناها إداريا، وهذا معناها غير معقول خارج النقطة القضائية هذا؟ السلطة التنفيذية تحب تستفيد من حالة الشغور هذه قد ما تنجم، لأنه هي بالنسبة لها القضاء مكسب منذ أن مسكتها سيطرت به على كل القطاعات الإعلامية والسياسية وإلى آخره، وتراو أنتم تقريبا كل نهار نفيقوا لقيوا تتبعات قضائية ضد معناها كافة الأطراف النقابية الإعلامية أي طرف معناها يتكلم يتم تتبعه.
ماذا هل حصل تقدم في موضوع ترسيم بعض زملائكم يتقدموا بمطلب ترسيم الهيئة الوطنية للمحامين؟ والله أنا مش فاهم عمادة المحامين معناها باش يولوا عميد المحامين مشرع وإلا معناها يطبق في القانون. طيب فما مرسوم تاع محاماة فيه فصل يضمن الشروط باش يدخل القاضي إلى المحاماة، الشروط هذيك متوفرة، بتجي أنت تقول القاضي هذا راه مزالي باشا، القاضي هذا عنده ورقة من وزارة العدل خذيتها أنا، يقول لك فلان راه خذي القضاء عام كذا كذا وراه تم إعفائه ما عادش قاضي، معناها ما عادش عنده صفة. إذا يقدم الترسيم ما يحتاجش الأمر الاستقالة، بتجي أنت عميد المحامين وتقول القاضي هذا يتنازل على حقوقه ويلزم معناها يستقيل وتعطيه شروط إضافية، هذا دليل كبير على تسيس عماد المحامين. هي تويكة داخلة في خندق معين وتتبع معناها في مسار معين، وهذا ما يخفيش على حتى حد، وهذا نعتبره مش معقول. مفروض راه المحاماة تكون ضمانة لاستقلالية القضاء، وقت القضاء يتمسوا ينجم يدخل المحاماة، وهذا مش مزية على خاطر المحاماة كيف القضاء، وتخصش كالقضاة بركة ولا تخص المحاماة بركة. بالنسبة لنا المحاماة تخص القضاة وتخص أي فرد من أفراد الشعب التونسي يحب يدخل المحاماة وتتوفر فيه شروط ينص عليها القانون. هي في الدول الأنجلوساكسونية وحتى في مصر يدخل القضاء حتى أنا عوان الأمن مش القضاة بركة، فهمتني؟ واحنا نستغربوا معناها لا لا هذاك علاش الأمور لا بأس في مصر سيد الرئيس؟ مش نفس الدرجة إذا كان دخل الأمن القضاء لا الأمور لا بأس، أنا نشوف فيها لا بأس. هم فما أنظمة عادي بالنسبة لي من المحاماة راك الهواية تقرأ تتكون فترة معينة تدخل، معناها مش بالضرورة طبعا إيه طبعا بعد تحسين المستوى الدراسي. نعم هذا ذكرته فقط على سبيل المثال باش يعرفوا أنه القضاة هذوما عندهم الحق بحكم القانون. نعم يدخل المحاماة هما قضاة نظاف، أنت بالنسبة لي كيف يجيك قاضي ويقدم هو وقتها معناه ما عندوش حكم ضده، البيت الواه نتاعه نظيفه، شنو المانع انت باش تجي تقول انا نتحرى في معناه في التتبعات هذيك وحقتها؟ انت مش محكمه، عميد المحامين راه مش محكمه، معناه عنده شروط يطبقها، توفرت يرسم، ما توفرتش ما يرسمش، الشروط متوفره وما رسمش، شنو معناه هذا؟ هذاك المشكله هو سابقا من يتقدم المحاماه وترفضه آلي نمشي محكمه الاستئناف تقد ترسمه. المشكل في القضاة المعفيين اللي يقول عليهم السيد أنيس الحميدي رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنيس الحميدي هذا سابق لمحل مش جديد للتصريح هذا وقت سماها مذبحة، قال إن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد عزل 57 قاضي هو بمثابة هكذا مذبحة قضائية مهنية وإنسانية، وأن هؤلاء القضاة قد عزلوا لأنهم لم ينفذوا التعليمات. هذه المصيبة، يعني إذا كان مش تمشي قال لمن شكون تشكي إذا كان القاضي خصيمك؟ لهنا اذا كان انت الاصل فيه ترفض كهيئه المحامين تمشي محكمه الاستئناف تهم مشكلتهم الاصل في حسين راه حتى قرار الرفض في منفعه القضاة، علاش؟ خاطر يمشي وقتها قدام محكمه الاستئناف ويطعن في القرار هذا، هما اساسا ما يجتمعوش ما ياخذش قرار مطلقا لا مطلقه لا معلقه كما يقولوا فيها. نعم فهمتني ولا؟ وهذا قمه الظلم، معناها اللي ممكن مش ممكن ينسى اي قاضي ولا ممكن يتنسى من تاريخ تونس، وتاكد اي طرف ساهم في المجزره هذه وساهم في اللي يصير طويكه تجاه القضاة الظلمة راه باش يتعاقب، ما عنده فيش باش يمشي. انا شخصيا مش قادر ننسى الشيء هذا، مش ننساه معناها مؤلم. يعني اعطيني يا مجلس هيئة في المحامين تاع مزيب ربي اعطيني قرار رفض خليني نمشي للمحكمه ما تخلينيش معلق نقولوا فيه. نذكر سادة المشاهدين رانا ندافعوا ومش محايدين في الدفاع عن القضاة لان شيء لانهم في عندهم حكم قضائي مش تنازع سياسي، هو عندهم حكم قضائي، عندهم قضائي إداري ويصدر باسم الشعب الحكم هذا. هذاك علاش راهو ما عادش فيه حيادية، كنا قبل نناقشوا فيهم علاش ولا علا، لكن الآن عنده حكم قضائي الأصل فيه احترم القضاء. شكرا جزيلا سيدنا مراد المسعودي، إن شاء الله ترد مظالمكم يا أخي في أقرب وقت أنتم وكل زملاء.